شلوم لكم. مرحبا بكم أيضا في الواقع الدامي والمجنون الذي واجهته دولة إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية. كان حدثا أكثر استثنائية مع إقبال وشيك للانفجار. المكان الكنيسة الأكثر قدسية في العالم المسيحي في قلب بيت لحم. التوقيت انطلاقة حملة الدرع الواقي قبل 20 سنة بالضبط. التخوف من قبل الرد الإسرائيلي لموجة الإرهاب المتدهور وأيضا خطأ مرير لجيش الدفاع الإسرائيلي الذي وقع بعد قليل سوف نكشف عنه، حيث قاموا بنقل مطلوبين مسلحين بجانب الكثير من سكان المدينة من أجل اقتحام كنيسة المهد والتحصن بها. وقف مقابلهم أمهر العقول في الجيش الإسرائيلي والشباك. المهمة التي كلفوا بها كانت تقريبا غير ممكنة، تحرير الكنيسة والوصول إلى المخربين الخطرين الذين بداخلها، لكن دون المس بالمكان الذي تتجه إليه أعين العالم المسيحي كله. هذا أيضا السبب الذي كان تقريبا بكل لحظة في الحملة الحساسة وكثيرة التقلب التي استمرت ليس أقل من 39 يوما تم توثيقه وتصويره هذا المساء. هذا التوثيق سيتم الكشف عنه للمرة الأولى. إليكم حصار الكنيسة، فيلم روني زينجر وروتم جروس، مونتاج حوني سولتر، تحقيق جيلا بيسيغوف، تحرير النص إيريت لكتر. فيلم روني زينجر وروتم جروس، كنيسة المهد، ربما هي الكنيسة الأكثر قدسية في العالم المسيحي. هنا ولد يسوع. نحو 200 فلسطيني وبينهم مشتبهون في نشاط تخريبي وجدوا ملجأ في كنيسة المهد. كان حماس جهاد فتح شعبية. ونحن نعلم أنهم سيدافعون عن كنيسة المهد حتى آخذ الرجل في بيت لحم. أبغوش. كان واضحا أن المطلوبين لا يمكنهم الخروج بحرية من هنا. إسرائيل لو استطاعت قتلنا جميعا ما وفرتش قتلتنا جميعا في الكنيسة. أي واحد كان بيطلع أي مكان مكشوف كانوا بيطلقوا عليه. يسود هنا يأس تام. كان تهديدا على أشخاص. كل من يهرب أو يحاول الفرار يتم إطلاق النار عليه. هذه كارثة. لقد حذرنا أمام الكأس المقدسة وحذرنا أمام البيت الأبيض أن الخطر فوري. لقد تلقيت محادثة هاتفية من كونديليزا رايس. لقد قالت أنتم لا تريدون شخصا آخر مصلوبا على رأسكم. كنيسة المهد لا يمكن حل هذا عسكريا. هذا حدث يجب حله بالتحدث والتسبب للأشخاص بالخضوع. هذا حدث مركب. إذن الآن طرح السؤال، هل نجري معهم مفاوضات أو ربما نرسل لهم كريما لحماية الجلد من الشمس عذرا على المساج، أو نقوم بإطلاق النار عليهم؟ محاصرة الكنيسة بيت لحم. أنا راهب فرنسيسكاني من سنة 89، جيت على الأراضي المقدسة، رحت على بيت لحم كنائب خوري الطايفة. بيت لحم اتولد أمير السلام رسول المحبة اللي فيها اتولد السيد المسيح. بيت لحم في كنيسة الميلاد، فبالنسبة لكل المسيحيين العالم
هي أم الكنائس، هي أهم كنيسة في العالم، وهي تاريخياً أقدم كنيسة في العالم. عند أي إنسان مسيحي بيشعر روحياً إن هو تولد في هذه المدينة المقدسة. آذار عام 2002، نحن بعد فترة مرعبة. تنفجر حافلات، مطاعم، مراكز تجارية بشكل يومي، ونحن نقول أيها الأصدقاء، إذا أنتم الفلسطينيون لم تسيطروا على الإرهاب، لا تسيطرون على المسلحين لديكم، ولستم مكترثين لوقف هذا. لا يوجد لدينا سوى الدخول. اتخذ قرار على يد رئيس الحكومة حينها أرائيل شارون، حتى الآن سوف ندخل ونسيطر على الأراضي. بالواقع سنسيطر على الضفة، في حين أن المرحلة الأولى كانت هي الدخول إلى بيت لحم. نحن لا ننوي التحرك من هذا المكان إلى أن تتم المهمة. ممنوع ترك هنا أي نواة إرهابية. نحن بحاجة لعمل قائمة للأشخاص الذين نريد أن نقوم بتوقيفهم عندما ندخل إلى بيت لحم. هل توضحت الصورة؟ أنه يوجد هناك قائدان في الواقع، نشطاء فتح، أحدهما اسمه عبد الله داود، والثاني شخص اسمه إبراهيم عبيات، الذي كان رئيسا للتنظيم في بيت لحم، شخص لديه الكثير من العمليات التي بادر إليها أو شارك فيها، وبالطبع مطلوب ثقيل جدا. أنا حاول الجيش الإسرائيلي يغتالني في عام 2000، يعني أنا كنت أعرف أنه بيبحثوا عني ومعنيين في أمري، لأنه استهدفوني في أول عملية اغتيال بطائرات الأباتشي بعد اندلاع الانتفاضة بشهر. أنا لا أعتبر نفسي إرهابي. إذا هم بيتهموني إرهابي لأني أنا بيتهموني بإني قتلت أو ضربت أو أي حاجة، فالتهم أنا ما بتأثرش علي، يعني هم ممكن يتهموني بما شاءوا. إبراهيم عبيات مخبل أخي مخبل. إبراهيم عبيات مخرب على قمة المخربين، يداه ملطختان بالدماء. وأنا شاركت بشكل فعال كقائد لوحدة شلداق في إحباط الذي نفذه أخوه الكبير. نعم، إبراهيم عبيات عرفناه جيدا. ينشط الجيش الإسرائيلي اليوم في بيت لحم بعد دخوله هنا ليلا. تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين يستمر حتى هذه الساعة. بداية الاجتياح الإسرائيلي كان تواجدنا في مركز مدينة بيت لحم. بيت لحم كلها تعاني، تم اقتحام من جميع الاتجاهات، كانت تخرج مباشرة للأباتشي وتضرب المواقع اللي كان يكون يصدر منها نوع من المقاومة. طلبنا من الجيش في الواقع من قسم بيت لحم، من فضلكم أغلقوا كل طريق، أيضا الكنائس والمساجد في بيت لحم، حتى لا يتم استخدامها كملاجئ للمطلوبين، حتى لا يهربوا إلى هناك، افتراضا أن هذا بإمكانه أن يشكل لهم الحماية. كان جو حرب، كان الوضع كتير سيء. شفنا دبابات كتيرة، شفنا هليكوبتر، كان الوضع كل قلقان وكل صعب وكل خايف، شايف ان الوضع هيكون صعب كتير يعني. كان خطر جدا اي واحد يطلع بره.
فقررنا ان احنا نسكر الكنيسه. داخل فكرة الحملة العسكرية لاحتلال بيت لحم كان مفهوما واضحا، أحد الأماكن التي سوف يختبئون بها هي كنيسة المهد. لقد حدث هذا في الماضي خلال حملات عسكرية من قبل، وكان واضحا أن هذا سيحدث هنا أيضا. الوحدة السرية شلداغ تم تكليفها بمحاصرة الكنيسة قبل أن يقوم قسم الاحتياط بمهاجمة المدينة، قبل أن يبدأ النشاط بشكل أكثر علانية. لم يحدث هذا في الواقع، تم اكتشاف النشاط في الواقع. كان هناك تأخير في الوصول، كان تأخير في إرشادات الطائرات العمودية بالحركة، وتأخير كبير وصل إلى 3 ساعات. لا يوجد شك أنه كان هنا فكرة جميلة لحملة عسكرية التي فشلت. لو نجحنا في محاصرة المكان في وقت سابق لكنا منعنا حصار الكنيسة. حتى الجيش الإسرائيلي هي بتجي في محاصرته لوسط مدينة بيت لحم، بالتالي كان لابد من البحث عن مكان آمن لنقل الجرحى لإله. بدأنا نأخذ الجرحى لكنيسة المهد. أنا جئت في الأخير، يعني في آخر دفعة من اللي دخلوا الكنيسة. إحنا كنا مسلحين وأنا دخلت مسلح الكنيسة. كلهم موجودين في الساحة، كانوا كتير عصبيين وكتير كمان جرحى، ولكن استعملوا الطخ على الباب، كسروا الباب ودخلوا. حكيت معهم قلت لهم ايش اللي انتوا جايين، ليش جايين هون؟ قالوا لي ملناش مكان نروحه، احنا في خطر. صح، كل يوم كنيسة كم 250 ايش بالمجمل. لقد كان في الكنيسة نحو 250 شخصاً، منهم 60 أو 70 من المسلحين المطلوبين، لكن البقية في الواقع كانوا إما رجال قوات الأمن الفلسطيني الذين اندهشوا من الوضع وركضوا للبحث عن مخبأ، أو مواطنين عاديين وجدوا أنفسهم داخل منطقة النار وهربوا إلى المكان الذي يبدو لهم بشكل طبيعي محميا جدا. كان في ولاد 15 سنة و 16 سنة، وفي ناس عندها 80 سنة. في ناس دخلت ما كانش ولا بتعرف ولا شيء، لأن الناس بيروحوا راح دخلوا معهم. كان جوا الكنيسة كل الفصائل، كان حماس، جهاد، فتح، شعبية. كان في منهم مسلحين، فأنا حاولت أطلعهم من هذا المكان لأنه قلت خطر، يعني ليش لازم يقعدوا هون؟ وكان في إمكانية أنهم هم يطلعوا برا، ولكن وصول الجيش الإسرائيلي على الباب وعلى الساحة هذا اللي خلاني ما أطلعهمش برا، لأنه معناه أطلع أي واحد فيهم برا معناه الموت. كان عندنا زي جراسية اهدها لنا البابا يوحنا بولس الثاني، كبيرة جدا وقوية، سكرت بها الباب اللي هم كسروه، وقلنا نتفاوض مع الكل ونشوف كيف بدنا نحل هذه القضية. رئيس الحكومة أريك شارون تلقى هذا بصدمة كبيرة. لقد فهم فورا الوضع، أن كل ما سيكون هو على رأس إسرائيل. هكذا قام بتذكيري على جنب. نعم، إنما حدث في صبرا وشتيلة في النهاية
قاموا باتهام اليهود، لقد خاف من نفس الحادثة هنا، لكن بالعكس لم يرد السماع عن أي تسوية، لقد أراد أن يأخذ المخربون أنفسهم ويقوموا بإدخالهم إلى السجن حتى لا يسمعوا منهم أكثر ولا يخرجوا أكثر ولا يروا ضوء النهار. لكني عرفت أن هذا لن يتحمل أكثر. التعليمات الدولية كانت ألا يتم التعرض للكنيسة بتاتا، هذا يعني إظهار الصبر هنا. كنت سأقول صبر لا نهاية له. تم نشر الكتائب في محيط الكنيسة ب360 درجة أمام كل المنافذ، أمام كل النوافذ، أمام كل مخرج ممكن، ننظر نراقب، يشمل جمع معلومات من أعلى من خلال بالون. كان هناك واضح في نهاية الأمر أن الأمر كان سوف ينتهي بالمفاوضات، وإذا كان سوف ينتهي بطريقة أخرى لا يمكن للمطلوبين الخروج إلى الحرية من هنا. من هنا بإمكانهم أن يجدوا أنفسهم إما في سجن إسرائيلي أو سيتم المساس بهم في ساعات الظهيرة. ترك الجيش الإسرائيلي تمسكه من محيط الكنيسة في ساعات الظهيرة. غادر الجيش الإسرائيلي محيط الكنيسة وهو الآن يسيطر على مسافة عدة أمتار على كل المنافذ. يحيط الجيش الإسرائيلي مجمع الكنيسة ولا ينشط في داخلها. هؤلاء الذين كانوا داخل الكنيسة تم الإغلاق عليهم ومحاصرتهم. قلنا قبل كل شيء لن يذهبوا إلى أي مكان. على الفور في اليوم التالي ألقوا هذه المهمة على طاقم المفاوضات وهيئة الأركام والطاقم العسكري من أجل حل المشكلة.